نتكلم بقى على جزء جديد عندنا في الحصة بتاعت النهاردة، types of adaptation. types of adaptation، أنواع التكيف. إيه هي أنواع التكيف؟ عندي نوعين: structural adaptation. النوع التاني behavioral adaptation. نقول تاني، ممكن نجيلي complete types of adaptation ويديني space، مسافة فاضية. هنقول له ايه؟ نقول structural adaptation and behavioral adaptation. طب يعني ايه بقى؟ تعالوا نفهم. structural adaptation يعني تكيف تركيبي، تكيف في تركيب الجسم. behavioral adaptation ده تكيف سلوكي، تغير بيحصل في سلوك الحيوان او الكائن الحي. برضو ما فهمناش. احنا عارفين الادابتيشن زي ما قلنا في الحصة اللي فاتت، it's a change، ده تغير، تغير بيحصل في الكائن الحي. تغير ده يا اما يحصل في جسمه، في تركيب جسمه نفسه، ففي الحالة دي هقول عليه structural adaptation، يا اما التغيير ده هيحصل في سلوك الكائن الحي، وساعتها هقول عليه behavioral adaptation. طب تعالوا نسأل بعضنا سؤال. الدب الأبيض اللي عنده thick white fur، عنده فرو أبيض سميك، ده تغير هو مش عند حد تاني، مفيش حيوان تاني عنده thick white fur، عنده فرو أبيض سميك. ربنا عامل التكيف ده للدب اللي موجود في البولر كلايمت أو في المناخ القطبي زي ما قلنا، علشان يقدر يحافظ على جسمه دافي في نفس الوقت to blind، علشان يستخبى from أو to hide from its prey، عشان يستخبى من الفرائس بتاعته. التغير ده هل حصل في تركيب جسم البولار بير ولا في تصرفاته؟ لا طبعا في تركيبه، فسميناه أو هنقول إنه هو structural adaptation. طيب لو الجو حر وانا ماشي في الشمس هعمل ايه؟ هفضل ماشي في الشمس ولا ادور على مكان ظل؟ هغير من سلوكي، بدل ما انا ماشي في الشمس هبتدي ادور على مكان ظل وامشي فيه. ده تغير حصل في تركيب جسمي ولا في السلوك اللي انا بعمله؟ لا في سلوكي، فساعتها بسميه behavioral adaptation. behavioral adaptation. يلا ناخد التعريفات بتاعتهم. What's structural adaptation؟ ايه هو التكيف التركيبي؟ It's a change، ده تغير. تغير بيحصل فين؟ In the structure، في تركيب. Of the animal's body، في جسم الحيوان. طب ليه؟ To adapt its environment، علشان يتكيف مع البيئة المحيطة به. نقوله تاني، It's a change in the structure of the animal's body. ليه؟ to adapt its environment. طيب تعالوا نشوف ايه هو behavioral adaptation، التكيف السلوكي. it's a change، هو برضو تغير، بس المرة ده هيحصل فين؟ in the behavior، في سلوك or act او تصرفات of a group of animals، لمجموعة من الحيوانات. to adapt its environment، لنفس السبب برضو، لكي تتكيف مع البيئة المحيطة. نقول تاني، What's behavioral adaptation؟ It's a change in the behavior or act of a group of animals. ليه؟ To adapt its environment. يلا ناخد أمثلة على structural adaptation. أول حاجة blood vessels of penguin feet. blood vessels of penguin feet، التركيب او الشكل بتاع الاوعية الدموية اللي موجودة في رجلين البنجوين. تاني حاجة white thick fur of polar bear. white thick fur of polar bear، الفرو الابيض السميك اللي عند البولار بير. طب لو اتكلمنا ناخد بقى نفتكر كده حاجة من الحاجات اللي خدناها، نقول ايه؟ dark fur of brown bear، الفرو الغامق اللي عند الدب البني. نقول ايه كمان؟ نقول colored scales of lizard، الحراشيف الملونة اللي عند الليزرد. كل دي هنقول عليها ايه؟ structural adaptation،
ليه؟ لأن ده تغيير حصل في تركيب الجسم بتاع الكائن الحي. يلا ناخد أمثلة على الـ behavioral adaptation أو التكيف السلوكي. Lizard looks for shaded area in hot sunny day. الليزرد السحلية بتبحث عن looks for يعني تبحث عن shaded area منطقة مظللة in hot sunny day في الأيام المشمسة الحارة. تاني مثال عندنا migration of some animals toward central region. migration كلمة دي جديدة علينا. هجرت of some animals بعض الحيوانات toward certain region تجاه مناطق معينة. حبايبنا اكيد 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 بيتفرجوا على سبونج بوب وفاكرين الحلقة بتاعت ايه؟ بتاعت المحار اللي كان بيهاجر من المنطقة الباردة للمنطقة الدافية علشان هو بيحب المناخ الدافي. الهجرة بنسميها ايه؟ migration. انتقال المحار من المنطقة الباردة للمنطقة الدافية بنسميها ايه؟ migration، هجرة. migration of some animals، هجرة بعض الحيوانات toward certain region، لان مش المحار بس هو اللي بيعمل migration، لان عندي الطيور كمان وبعض الاسماك. يلا ناخد المثال الثالث عندنا للـ behavioral adaptation أو التكيف السلوكي. فينيك فوكس digging trenches. فينيك فوكس digging trenches. الثعلب الصحراوي ما بيعيش، مش بيقدر يقعد أو ينام فوق الرملة علشان بتبقى سخنة. طب هيعمل ايه؟ هيقوم بحفر خنادق. digging trenches، ترانشز يعني خنادق، ديجن حفر. هيحفر خندق تحت الارض او تحت الرملة علشان ينام فيه في الاوقات اللي هي فيها صني او مشمسة. نقول فينيك فوكس ديجن ترانشز. وبكده احنا خلصنا الحصة التانية. نشوفكم ان شاء الله.